حسين ساكي واش قال لي؟ قال لي الشيخ مجيد بن خياط كيهز بخاطري وجابني أميرة. عديت على الحومه نتفكر نحياها قبل ما تجي الحنة. عديت على الحومه نتفكر الموال زيادة زيادة العصام ما يمشي زكا وحده وشركة المواشي وزكا ولد الفرحي عصام وشركة المواشي ديما الموال واعطيني الحومه نتفكر ولدي قبل ما تجينا الحنة نزل Yeah.
احنا مش مطولين ما كناش موجودين رواحنا للصحراء احنا كي طلع لينا رجال الدنيا وفاه لا تشوفوا وجوهكم الدنيا وفاه انا اللي حبي عيطت للشيخ سلطان باش نشوفوا برك روح بيبي قديم هذاك نتاع التسعينات هذاك كان يدور في 94 يدور في الحدود التونسيه الجزائريه كان قديم اخويا بريسكي مجاهد صح يا شيخ وليد احمد بن دين هاي واحد قال لك لما كانش يجيب حمودي هاي واحد هاي قول Hey,